ولرسوله محمد. اللهم صل على محمد ولأهل بيته عليهم أفضل الصلاة والسلام. والبراءة من أعداء الله، من أعداء رسوله، من أعداء أهل بيته عليهم السلام. فهذه كلمة التوحيد التي ترددها كثيرا في اليوم والليلة تشتمل على البراءة وعلى الولاية. لا إله إلا لا إله، هذه براءة، يعني أنت تتبرأ من كل إله غير الله تبارك وتعالى. إلا الله، هذه ولاية لله تبارك وتعالى، لكن لا تستكمل ولايتك لله إلا بالبراءة من غير الله تبارك وتعالى. ولا تستكمل براءتك من غير الله إلا بالولاية إلى الله تبارك وتعالى. وتعالى إلى زيارة عاشوراء، زيارة عاشوراء يستحب الإنسان أن يقرأها إن استطعت أن تقرأها في كل يوم فافعل. كل يوم نتيجة تقرأها وهي مجرد في قضاء الحوائج، ولكن تحتاج إلى ديموم عليها، داوم عليها، يعني الصبر يصير عندهم، داوم عليها تحصل الآثار. السلام عليكم. فبما صبرتم فنعم عقبى الدار. الصبر هو الأساس، اصبر عليها داوم وتقرأ مرة واحدة وتقرأ حوائج. زيارة عاشوراء لو تأملت في فقراتها، إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم. الفقرة بعد نجي الفقرة الثانية، إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم وولي لمن والاكم وعدو لمن إني سلم لمن سالمكم، ولاية، وحرب لمن حاربكم أي براءة، وولي لمن والاكم ولاية، وعدو لمن عاداكم أي براءة. شوف ولاية براءة. ما نجي في نهاية الزيارة، اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن الصحبة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. هذه أيام جاية، أيام محرم، هذه أيام محرم، بعد أيام زيارة عاشوراء، أيام زيارة عاشوراء. اللهم لعن العصابة التي بايعت وشايعت مجاهدة الحسين. اللهم لعنهم جميعا، هذه براءة من أعدائه، من أعداء أهل البيت، من أعداء الله، من أعداء رسوله، من أعداء أهل البيت براءة. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، هذه ولاية. تمام فقرات زيارة عاشوراء لاحظها تشتمل على جناحين، جناح البراءة وجناح الولاية. مع الأسف إن البعض شكك في وجود اللعن في زيارة عاشوراء، هاي من الأمور. لعن أعداء الله وأعداء رسوله أي موجود في زيارة عاشوراء. البعض يدي شكك أنه ما يصير، الإمام ما يلعن، شو ما يلعن أعداء؟ براءة من الله ورسوله، براءة يعني تتبرأ منهم، تلعن اللعن براءة. شو الفرق بينه وبين البراءة؟ اللعن طرد من رحمة الله، والبراءة أيضا طرد من رحمة الله.
هاي ملك ما يصير زيارة عاشوراء ما فيها لا ليش ما فيها لا. أصلاً الولاية لأهل البيت لا تتم إلا بالبراءة من أعدائه. إذا يقول لك واحد أنا متولي لأهل البيت ولا متبرئ من أعدائهم أو مو متبرئ. إذا متبرئ من أعدائهم هاي ولاية كاملة. إذا يقول لا مثل ما يقول أنا متولي لأهل البيت لكن متولي لأعدائي أي ولاية ناقصة أي مين ولاية الولاية لا تتم ولا تستكمل إلا بالبراءة والبراءة لا تستكمل إلا بالولاية في كل عبادة. تعال إلى الحج الحج عبادة عظيمة وهي نشر للصلاة والصلاة طي إليها يعني تمام الشعائر الموجودة في الصلاة هي موجودة في الحج بنحو النشر والانتشار. الحج يبدأ ولاية وينتهي براءة. الحج يبدأ الحاج بالإحرام يعني لو لا وبعد الإحرام يبدأ بالطواف وعند بدئه في الطواف يبدأ شنو بالحجر الأسود. شنو هذا الحجر الأسود؟ ولاية. اللهم أمانتي أديتها وميثاقي تعاهدته لتشهد لي بالموافاة. ترى أنا وفيت بالعهد الذي عاهدت به وفيت. ألست بربكم؟ قالوا بلى. هذا العهد أنا وفيت به. هذه ولاية. أنت تبدأ حجك بالولاية وتنهي حجك بالرمح في اليوم الثاني عشر أو في اليوم الثالث عشر. إذا ما تنفر اليوم الثاني عشر ترمي يوم 13 رميك للجمرات رمي لشنو؟ للشيطان ورمي الشيطان براءة منه. بدأت حجك بالولاية ولكن لا تستكمل ولايتك إلا إذا رميت الشيطان وتبرأت منه في نهاية حجك. لكن المشكلة هنا أن الإنسان يذهب إلى رمي الجمار لكن الشيطان يرمي يوم لا يرمي الشيطان هذا مجنون. أنت ترمي الجمار بسبع حصيات الشيطان يرمي قبل لا ترمي لأنه هو في معركة معك. هل ممكن أنه سيكون مقيد اليدين مكتوف اليدين وينتظرك واسترمي هو يرمي قبل لا ترمي؟ تشوف واحد يشكك في الرام واحد كذا واحد كذا هاي كلام من أمور الشيطانية لأن الشيطان يرمي قبل لا ترمي. فأنت لازم تقاومه وترمي وتتبرأ من إتمام حجك في براءتك من الشيطان وتمام الأمور العبادية تلاحظها مركبة من ولاية وبراءة. فلذلك بني الإسلام على خمس: الصلاة والصوم والحج والجهاد والولاية وهي أهمها يعني أمها. وتمام الأمور العبادية تبتني على الولاية. عبادة بلا ولاية عبادة جوفاء ليست مقبولة عند الله تبارك وتعالى. أساس خمول العبادة هو الولاية والولاية لا تستكمل إلا بالبراءة. نكتفي بهذا المقدار وصلى الله على محمد وآله وسلم.